سائل بيسأل، أنا مشارك واحد والشركة بتاعتنا ديت عاوز أفضها، فمغلبني وعاوز يديني أقل مبلغ. نقول له اعمل 4 حاجات. أول حاجة روح انصحه وقول له يجب عليك شرعا توقف كل البيع وتجيب لي الفلوس بتاعتي بأقصى سرعة ممكنة، ولو عملت كده تبقى أنت ظالم. النبي صلى الله عليه وسلم شارك اليهود وقال لهم نقركم فيها على ذلك ما شئنا، يعني عقد الإيجار عقد جائز ولازم تطلع لي فلوسي وما تمدش ايديك على الفلوس غير بعد ما رأس المال يجي. والنبي صلى الله عليه وسلم قال مطل الغني ظلم، ما استجابش وما خافش تطلبه في جلسة شرعية، لازم الشرع قبل القانون. ما استجابش في الشرع وما استجابش الحكم الشرع بتطلبه في القانون وبتديه للمحامي، تسلمه للمحامي وتديله المحامي يديله النسبة. ما استجابش للقانون خد اللي تقدر عليه منه ومضيله على اللي هو عاوزه. العقد اللي انت مضيت عليه عقد باطل وحقك لسه موجود، وافضل طالبه هو واللي وراه واللي وراه وشوه سمعته. قال النبي صلى الله عليه وسلم لي الواجد يحل عرضه وعقوبته. لي يعني المطلع في كل مكان افضحه، يحل عرضه يعني تفضحه وعقوبته وتعاقبه. ده ولازم تعمل كده عشان تاخد حق. قل قولي هذا واستغفر الله. رأي هذا الكتاب كتاب الفقه المعاصر في البيوع والمعاملات المالية الذي يباع بسعر التكلفة، فيه كل ما تحتاج أنت ومن حولك.